لكن المرتبة الأعلى هي أن تحب لهم ما تحب لنفسك. وجرب هذا يا أخي، جرب هذا، ستجد أنه يفتح لك من راحة القلب وسعادته وطمأنينته وبهجته، ويفتح لك من الخير ما لا يرد لك على خاطر ولا بال. ثم اعلم أنه لن ينقصك ذلك شيئا، لن ينقصك ذلك شيئا، فلن ينقصك في مالك ولا في أهلك ولا في ما أعطاك الله تعالى، بل سيزيدك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحرص غاية الحرص على سلامة الصدر، بأن يكون صدرك سليما معمورا بمحبة الخير لإخوانك.